صباح الخير يا منى هانم. عرفت من المحامي بتاعك انه جاي لك النهارده، قلت ما فوتش الفرصه ده كمان. انا عارف انت عايزه تقولي ايه يا منى، اكيد قريتي اللي اتكتب في النت وقريت. انا بس عايزك تفهمني. انا مش عايزك تفهمني اي حاجه خالص. انا شايفك بعناية الاتنين وانت معاها على السرير. من امتى وانت بتخوني معاها يا حسين؟ من ساعه ما جبتها لك بايدي عشان تشغلها عندك في الشركه. كانت نزوه وانتهت. لو انا رحت عرفت راجل غيرك كنت هتسامحني لو جيت اقول لك دي نزوه وعدت؟ يا ريتها كانت نزوه وعدت. الواطيه كانت معاك ليل نهار، الصبح في الشركه وبالليل على سريرك. انا مفيش حد استغفلني في حياتي كلها قدكم انتوا الاثنين. ارجوك تقدري الظرف اللي انا فيه. انا محبوس ومتهم في جريمه قتل. اكيد قتلتها لما عرفت انها هي كمان خدعتك وكانت عايزه تتخطب لعمرو ابن اختك. انا ما قتلتهاش يا منى. يا ريتك قتلتها، كانت دي تبقى الحاجه الوحيده اللي هتبرد ناري. كنت خلصت منكم انتوا الاثنين مره واحده، هي بالموت وانت بالسجن. يا ساتر يا ساتر، انت كده بتكرهيني؟ انا ما كرهتش حد في حياتي كلها قد ما بكرهك دلوقتي. متصور انك هتقفي جنبي في الظرف اللي انا فيه؟ انا استحالة اجي على قلبي وكرامتي تاني واقف جنبك، واستحالة اصلا ابقى على ذمتك بعد دلوقتي. اعمل حسابك قبل ما تخرج من هنا هطلقني.